لسه الولاد بيمتحنوا، والأطفال في منهم اللي بينزل الحضانة حتى لو هم في سن صغير، عشان بابا وماما اللي بيشتغلوا كل يوم مضطرين انهم ينزلوهم مهما كانت الأجواء او الجو عامل ازاي. بنتقل هدوم كتير قوي للولاد وهم نازلين، يعني بنبقى مش عارفين نتصرف ازاي، لانه رغم كل الاحتياطات اللي احنا بنعملها برضو بيصابوا بنوع من الحساسية وبنزلات برد شديدة جدا عشان الأحوال الجوية وسوء الأحوال الجوية. ازاي نقي ولادنا نفسنا اننا ما نتعرضش لنزلات برد شديدة جدا، ونتعامل مع الاجواء دي بشكل صحيح لغاية ما الفترة الصعبة دي تعدي. سعدني وشرفني وجود دكتور داليا نبيل، عضو الأكاديمية الأمريكية لأطباء الأسرة. اهلا بيك يا دكتور، أهلا وسهلا، صباح الخير. صباح النور. اهلا. يمكن احنا بيتهيألنا ان احنا عندنا برد، لكن اللي شاف الاجواء يمكن بره مصر هيعرف ان احنا يعني من اكتر البلاد اللي الجو فيها صحيح اعتدال ودفء، حتى لو احنا حاسين بالجو صحيح التلج ده شوية، صحيح لكن التراب والعواصف هي اللي بتقلقنا اكتر من ان الجو يبقى بارد وساقع. انا عايزه بس الاول نقول ايه خطوره الجو الصعب ده شويه لما بيكون فيه تراب على الاطفال او على الكبار، عشان بعد كده نشوف ازاي بقى نخلي بالنا من نفسنا. تمام، أهلا بيكم، صباح النور. الحقيقة حضرتك أشرتي إنه الفرق بين الجو عندنا والجو في الأجواء أوروبا مثلا وأمريكا والأجواء المختلفة عن بلادنا العربية عموما، إحنا عندنا تيارات الهواء ومعاها كمان عواصف ترابية. إحنا البرد عندنا أقل لكننا نشعر بيه أكتر علشان تيارات الهواء، والخطورة بتكمن مش في البرد. البرد الشديد على فكرة بيقتل ميكروبات، فممكن حضرتك تتعرضي لحرارة وانت عاملة طبعا احتياطاتك تماما في اللبس ومتدفيين واخدين الميجرز او الاحتياطات الكافية. لو احنا في درجة حرارة ناقص 2 ناقص 3 ناقص 8 ما نعياش، نلاقي انه تعدي بسلام سواء على الطفل او على البالغين، لانه في عند درجات حرارة معينة كتير من الميكروبات ما بتقدرش تعيش، فده بيبقى عامل يعني إيجابي بقى ده بيخفف، عامل لمصلحتنا. إيجابي ده للمصلحة. إنما البرد اللي هو مش برد قوي مع التلوث اللي موجود طبيعي في بلادنا في الجو وفي البيئة المحيطة بينا عموما، مع العواصف الترابية اللي بتيجي علينا من الصحاري اللي حوالينا عشان طبيعة بلادنا الجغرافية إنها متربة، هو هنا بتكمن الخطورة. الخطورة بتكمن في الميكروبات اللي موجودة واللي بتشيلها كمان العواصف دي وبترميها علينا مع الأتربة، علشان طبعا ده ضد الطبيعة اللي ربنا خالق جهازنا التنفسي العلوي أو السفلي عليها. فازاي نحتاط منها؟ هو ده يعني احنا بيتهيألنا احيانا ان الصيف بس هو اللي بينقل الميكروبات واللي بتتكاثر فيه، والفتره اللي الناس بتتعب فيها او بتعيا فيها، والشتاء يبقى بس يعني يدور برد خلاص ويعدي من الاجواء الساقعه. بس حضرتك اشرت لنقطه مهمه جدا، ان في بعض درجات الحراره المنخفضه في ميكروبات منخفضة جدا. بتتقتل او تمام بتموت. تمام، يعني احنا عندنا جو دافي ما يعتبرش انه بارد جدا، هو صحيح بارد جدا بالنسبه للي احنا متعودين عليه. تيارات الهواء الشديده ده يفهموها بقى الناس اللي بيفهموا في الأرصاد أكتر مني، لكن اللي واصلني يعني إنه التيارات الهواء اللي بتقلب الجو وبتخلينا نحس بالسقوع أكتر ما يمكن، لو ما فيش التيارات دي ما نحسش بسقوعة الجو دي. التيارات دي وهي محملة برمال وبالأتربة هي دي اللي بتكون مكمن الضرر مش السقعة في حد ذاتها. تحذير كتير بقى، ما تنزلوش من البيت لأي سبب إلا لو يعني للضرورة القصوى، ولو نافع إن احنا تجيبوا حاجاتكم من قبلها لما بيكون في تحذير إن الجو هيبقى مش حلو. ظروفنا ما بتسمحش إن طبعا كل الناس تقدر تستجيب يعني لنداء هيئة الأرصاد أو للمتخصصين. في ناس عندها حساسية الصدر وبيبقى بيتعرضوا لأزمات صعبة لو الجو فيه أتربة زي كده أو درجة الحرارة منخفضة جدا، هم لحالتهم الصحية ما بيقدروش يتعاملوا مع الجو ده إزاي؟ الحقيقة التحذير بعدم التعرض للأماكن المكشوفة أو عدم الخروج من البيت أنا معاه، بس في الناس اللي إحنا بنقول عليهم هاي ريسك جروب. يعني إيه هاي ريسك؟ اللي هم أكثر عرضة من غيرهم للإصابة أو للتأثر السلبي بهذه الأجواء. هم مين بقى؟ كبار السن، الكبار زيادة في السن اللي هم ما فوق الستين والخمسة وستين سنة، اللي عندهم حساسيات في الجيوب الأنفية أو في الصدر سواء كانوا من كبار السن أو من متوسطي العمر أو بالذات بقى من الأطفال.
لكن الظروف انه الجو ده بيحصل في وقت الشغل، في وقت اكتر وقت امتحانات، امتحانات طبعا، امتحانات نص السنه، بالنجاح والتفوق للجميع، يا رب. فمش هنقدر ان احنا نتقيها تماما. لكن اللي داخل عليه دور برد او حاسس ان هو يعني مش مظبوط ويقدر يغيب من المدرسه، انا ارجح واشجع ان هو يغيب من المدرسه يوم او يومين، بدل ما هو ياخد دور او ياخد نزله اشد تعمل له التهاب شعبي او تعمل له مضاعفات اكتر. الراحه بتفرق في مناعه الجسم. دايما لما بندي علاج، لما يجي لنا اي مريض وندي له علاج، بنقول له مع الراحه. الراحه اغلب الادوار البرد اللي بتجي لنا دي بتبقى فيروسات، والفيروس ده كائن ضعيف جدا وطفيف جدا جدا، مش زي ما احنا فاكرين، لكن هو خطورته كلها ان هو بيكمن في خليه معينه، في نوع معين من الخلايا، تكاثر كتير جدا وبسرعه، وممكن يفضل كامن فيها فترات. فازاي نتغلب عليه؟ بالمناعه القويه للجسم. من اهم طرق يعني تزويد المناعه او تقويه المناعه الراحه، لانه جسمي لما بيجهد ذهنيا او عضليا هو بيبقى في حاله استرس وفي حاله ضغط، مناعته بتقل. المناعه مش بس، الناس فاكره انه المناعه بس بالفيتامينز، بس بالاكل، بس بان انا ما اتعرضش للجو، هي باكج على بعضها، هي مجموعه حاجات، منها الراحه. يعني اللي بيبقى عنده دور برد ويجهد نفسه ويستمر في شغله، ما يعرفش ياخد حتى ولو طبعاً اجازه يوم، الدور بيزيد معاه. يا ريت ياخد راحه، لو يقدر يرتاح يبقى افضل. لانه لو ما ارتاحش الميكروب هو اللي هينتصر عليه، لانه الجسم بيبقى في حاله خناقه بين جهاز المناعه وبين الميكروب. لو جهاز المناعه قوي هيقدر ينتصر على هذا الميكروب. في ناس بتخرج من دور لدور، يعني ما بتفصلش مثلا كام يوم وتلاقيها اخذت نفس الدور، ما بيبقاش اتعالج كفايه. وده بيحصل اكتر في المرضى الحساسيه او الناس اللي بتعاني من الحساسيه. ما بيبقاش اخذ علاج كافي للحساسيه، مش كنترولد، مش متسيطر او مش متحكم في الحساسيه. من الاخطاء الشائعه برضو، والجو ده ما بيخدمهاش ابدا، انه الناس اللي بيعانوا من الحساسيات سواء الجيوب الانفيه او حساسيات الصدر بيقولوا دي حساسيه موسميه، والوعي الخاطئ عندنا في بلادنا بيخليهم ياخدوا العلاج لما تجيلهم الاتاك او تجيلهم الازمات او النوبات. الحقيقه علاج الحساسيه علشان ما يبقاش مزمن بعد كده لازم يكون طول السنه لغايه ما الدكتور يقول نوقف. ودي حاجه مهمه جدا يعني في الوقايه. الدكتور هو اللي بيقول اذا كانت مزمنه يتاخد طول السنه العلاج، ولا بشكل عام حضرتك بتقولي اللي عنده حساسيه يفضل اذا بتتعالج صح؟ لانه في غلطه بتحصل او اعتقاد خاطئ، بكتب الروشته وبقول انه الدواء ده لمده 15 يوم. تمام. الدواء بيبقى كل متكامل على بعضه، احيانا الناس بتاخد حاجه واحده بس منه. لكن اللي دارس حساسيه كويس وبيعرف يعالج حساسيه كويس عارف ان هي باكج، هي روشته على بعض، كل حاجه فيها بتعمل حاجه وبتكمل بعض، فهي بتاخد ككل متكامل لفترة ما. لما بنكتب إنه لأسبوع أو لخمستاشر يوم العيان بيفتكر إنه خلاص هو بقى كويس، ما بيروحش الاستشارة، ما بيروحش المتابعة. من أهم 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 الـ الـ النقط اللي بتحافظ على سلامته وعلى استمرارية صحته إنها تبقى جيدة ويقاوم الحساسية نفسها، إنه هو خلص ال 15 يوم ده مش معناه انك تبطل وتقعد في البيت، ولا ده معناه انك تيجي تاني، ولا انك خفيت، انت كنترولد. بس يمكن انا سامعه بالسماعه او انا شايفه بالمنظار بتاعي اللي حضرتك مش حاسس بيه، بس لو اهملت العلاج ووقفته هترجع تاني تعاني. نفس الكلام برضو اللي بيعيا يومين ثلاثه وياخد مضاد حيوي ما يكملش الكورس بتاعه. وطبعا المضادات الحيويه عندنا احنا زي الاسبرين، يعني بتتاخد اي حد عنده شويه زكام، بننزل نشتري مضاد حيوي وخلاص، ونقلب من مضاد لمضاد وهكذا. لكن الحقيقه انه اولا اي مضاد حيوي، عشان نبقى متفقين، لو هو فعلا الدور او الحاله مستدعيه انه ناخد مضاد حيوي باستشاره الطبيب المفروض، يعني اي مضاد حيوي اقل فتره، مش بقول هو بس المده ويقف، اقل فتره لازم يتاخد المضاد الحيوي لمده خمس ايام، مش اقل، ممكن يبقى اكتر،
ممكن الدكتور يزوده، يلاقي ان او يكرر الجرعه مره ثانيه، ما يكرر الجرعه يعني يزود المده، اقصد يكرر الجرعه تاني او يبدله بحاجه تاني، بمضاد تاني، بنوع تاني. هو شايف ان في المرحله دي المرض بيبقى مراحل، فهو شايف ان في المرحله دي استخدم المضاد الحيوي الفلاني. المضادات الحيويه مئات الانواع برضه، ف المرحله اللي جايه هو محتاج يستخدم نوع تاني او يعمل ميكس بين نوعين. فالمتابعه استكمال العلاج المظبوط، اخذ العلاج الكامل المتكامل على بعضه، ده بيخليني انا ابقى مع الراحه طبعا عندي وقايه من انه اتنكس تاني، لانه الانتكاسه بتبقى أشد من الدور نفسه. الانتكاسة ممكن تحصل لشخص ما كملش مثلا المضاد الحيوي حاجة، ما كملش جرعة العلاج بتاعته، بيرجع له الدور تاني. يرجع له الدور تاني ليه؟ احنا بناخد المضاد الحيوي لما بيثبت انه ده التهاب بكتيري. على فكرة المضادات الحيوية ما بتأثرش في البرد العادي، لانه غالبا ده بيبقى دور فيروس، سببه فيروس. المضادات الحيويه ما بتاثرش في الفيروسات. الفيروس طبيعي انه يفضل مثلا اسبوع 10 ايام، يفضل من 4 أيام لخمس ايام لاسبوع ممكن. بيبقى بايخ جدا، بيدي اعراض سخيفه جدا، لكن في علاج ليه اسمه سيمتوماتيك تريتمنت. يعني ايه؟ يعني بدي علاج عرضي، علاج للاعراض، يخفف من الاعراض وراحه. بالذات مع ادوار الفيروسات بيبقى مطلوب فيها الراحة التامة بقدر الإمكان. الجسم كل ما كان مناعته أقوى، كل ما هو بيحاول إن هو إيه يأوفركم أو يضاد يعني عمل الفيروس. لكن إذا كان التهاب بكتيري، وده اللي بيعرفه الدكتور، بيفرقه الدكتور، وعلى فكرة مش بالسخونة ولا بارتفاع درجة الحرارة، لأنه الاثنين ممكن يرفعوا درجة الحرارة. بس إحنا بنقيم سخن، يبقى أنت لازم تاخد، يبقى لازم مضاد حيوي. مش شرط أبدا، مش شرط أبدا. لكن إذا الدكتور يعني قرر بأنه ده التهاب بكتيري ويستدعي المضاد الحيوي، إذا ما كملناش جرعة المضاد الحيوي المظبوطة، إحنا اتفقنا المضاد الحيوي بيتاخد إيه؟ علشان أدوار بكتيرية. إذن في التهاب بكتيري، في بكتيريا، بكتيريا دي بتتكاثر في المكان اللي هي موجودة فيه، إذا كان في الأنف، في الحلق، في أي مكان تاني في الجسم، في الشعب، في أي مكان. لو ما اتاخدش جرعة المضاد الحيوي، فإذن ابتدى الإنسان يخف. وظاهريا هو حاسس انه خف بتحسن وكفايه وتحسن، وكفاياك بقى مضاد حيوي عشان ده هيهدك. ويبتدي يمارس حياته، هو مش واخد باله ان في واحده او اتنين من البكتيريا هي ضعفت لكنها كامنه وتحوصلت على نفسها وعملت بؤره بنسميها احنا سيبتك فوكس او بؤره صديديه كامنه. اول ما مناعته تبتدي تقل بالتعرض لاي عامل من العوامل اللي بتقلل المناعة، أو أول ما يبتدي ياخد دور تاني أو يتعرض لأي ميكروب تاني، نبص نلاقيها تنشط على طول وتبتدي تبقى أصعب من الأول. النقطة المهمة كمان أنه عدم اكتمال جرعة المضاد الحيوي مش بس تؤدي الانتكاسة، ده احنا المضادات الحيوية اللي بتتاخد عمال على بطال في أي دور، وعدم استكمال جرعتها، العاملين دول أدوا لأنه في أنواع من البكتيريا ما بقيناش لاقيين لها مضادات حيوية، ملهاش علاج. والسبب إحنا في طريقة إن إحنا بناخد عملت الحاجات مقاومة. دي غلط. عملت مقاومة، بناخد حاجة عمالة على بطال، بنقول جسمنا تعود عليها، ومش جسمنا اللي تعود عليها، هي أنواع البكتيريا اللي موجودة اتعودت على الأدوية اللي بتقتلها. فطورت من نفسها إنها تعمل لنفسها هي كمان مناعة. فطلع منها أنواع وفصائل ما بتتعالجش بأي مضاد حيوي موجود دلوقتي، وعشان كده الناس ما بتخفش. خطر جدا ان احنا نوصف الحياة، يعني كل واحد في البيت عنده بدل الدكتور اتنين وتلاتة يعني، وعنده ماما المضاد الحيوي بتاع اخوه لقيته سخن بديله بقية المضاد الحيوي. وده شيء مش صحي، ولازم يبقى فيه وعي ضد صحيح. طيب الناس برضو هرجع للي عندهم حساسية وللأتربة، يعني لو في الامر الواقع بقى اللي احنا فيه هم بالفعل ما كانوش بياخدوا طول السنة علاج، والموضوع تعبان، بيجي لهم ازمات، ممكن توصل لحالة من الربو او ضيق التنفس، فدلوقتي حاجة برضو تنصحي بيه، لاننا برضو دكاتره وبننصح نفسنا، فنفضل نتقل في الهدوم ونلبس الولاد بدل الحاجه 2 و3 و10 فوق بعض، وشايفين ان هو ده اللي طول ما انت دافيان انت تمام خلاص مش بتاعي يعني. الحقيقه مش باللبس، النقطه دي مهمه جدا مش عايزه اغفلها. انه باجي اكشف الاقي الام ملبسه الولد الدولاب كله، بترفعي 10 طبقات بقى، برفع 10 طبقات ما ببقاش عارفه ارفعها، يعني انا ما بقدرش، يعني عضلاتي ما بتساعدنيش، وما بعرفش احط حتى السماعه.
واللي بنلاحظه بقى انه هو بيبقى معزول تماما من جوه على جسمه، بيعرق واحنا مش عارفين ان هو بيعرق. وعايزه اشير هنا لنقطه مهمه قوي، شعورنا بالبرد كبالغين اكثر بكثير من شعور الاطفال بيه. ليه؟ لان الطفل بطبعه بيتحرك اكتر مننا، هو متحرك بيتحرك كتير، بيبقى دافيين اكتر، بيبقى دافي اكتر، بيطلع طاقه اكتر، بياكل حلويات فبيطلع طاقه اكتر. اوكي، فدايما شعور الطفل بالبرد اقل مننا. النقطه الثانيه ان هو بيعرق، بيعرق من جوه، بيبقى مندي، بيفقد سوائل لانه جسمه سخن. طيب انا اعرف ازاي اذا كان بردان ولا لا؟ اطرافه وطرف مناخيره، اطرافه الايدين، الصوابع الايدين والرجلين وطرف المناخير، لو دول دافيين هيبقى هو دافيان. النقطة الخطيرة برضو انه لما بنتقل الهدوم قوي كده ويجي يخرج، طب انا ايه؟ ما هو بره ساقع عن جوه، الجو بره ساقع عن جوه. هنا اللي بيعمل المشكلة وبيحفز الحساسيات التغير المفاجئ في درجة الحرارة، فرق الجو بقى، من فرق الجو لما يبقى. وعلى فكرة ده حتى في الصيف، اللي عنده حساسيات قاعد في تكييف 18 يخرج على سخونة، يخرج على سخونة درجة حرارة 40 هيعطس، قاعد في سخونة دخل على برودة هيبتدي يعطس ويبتدي يحتقن، ممكن يبتدي يكح وحسب نوع الحساسية فين. الوقاية نعمل ايه؟ في حاجات نعملها لازم نتبعها لو انا بقى عارف ان انا مريض حساسية او شخص بيعاني من الحساسية، لان في مشكلة الناس ما بتبقاش عارفة للأسف، يعني تفتكر ان ده دور برد بتعمل معاه دور برد، وبيبقى بيتقال انه دي بتيجي ادوار في الشتاء وبس. بالظبط. اوكي، ما هو ده عرض او ده سؤال بيتسأل يعني، واحنا بنحاول نشخص الحساسية، انه هل كل دور برد بيجي بيقلب بكحة وكحة ناشفة وما بتبطلش، وبعدين تقلب بقى ممكن بالتهاب شعبي او حاجة، يعني بيبقى فيه ايه تساؤلات كده. او مع كل دواء كحة بناخده المفروض ان المريض ياخد دواء حساسية معاه يعني؟ دي لا، هقول لحضرتك ادوية اولا الحاجات اللي ما تتعملش ايه واللي تتعمل ايه. فضل. عشان نبقى محددين. طبعا اتفضلي. دلوقتي انا من النوع الناس اللي بتعب لما من التراب، كل الناس بتتعب، بس في ناس بتتعب بدرجات زيادة قوي، بتتخنق، بتحس باختناقات، بأزمات تنفس، أو بتبقى بيحصل لها احتقان بقى وتورمات وجيوب الأنفية وتدمع ويحصل لها مشاكل كبيرة. طيب إيه الحاجات اللي أنا مش هعملها؟ أول حاجة هتقيها هي اللي لسه كنا بنقول عليه، التغير المفاجئ في درجة الحرارة. البنيهات اللي بتتلبس، لبس البنيه ده أو الكابيشون ما يتقلعش غير لما يبقى في جو دافي زي اللي احنا قاعدين فيه، لكن يلبسه وبعدين يروح في الفسحه يقلعه، وبعدين يدخل الفصل يلبسه وبعدين يقلعه، هو كده عمال بيعمل حاله بسطره لل مش بس الجلد، للجهاز التنفسي نفسه، بيدي صدمه لجسمه اكتر من مره، بيدي صدمه اكتر، عمال بيغير كل شويه في تفاعل جسمه ضد درجه الحراره بتاعه الجو المحيط بيه. انما المفروض انه هو لابس تقيل، دخل في جو مقفول، يبتدي يخفف هدومه سنة سنة علشان يتفاعل مع الجو، ما استناش لما يعرق علشان خاطر ابتدي اخفف له. المية اللي يعني بنقول انها بتعادل درجة حرارة الجسم دي حاجة صح دي ولا حاجة صح جدا؟ دي حاجة صح. وبنستخدمها كتير قوي حتى في خفض درجة الحرارة احيانا، يعني لما يبقى المية دي المفروض انها باستمرار علشان تعادل درجة حرارة الجسم، ما يبقاش حاسس هو بمنتهى السخونة. بالزبط. وبعدين يطلع في جو بارد. في ناس بتقول انه ما بتلحقش، لكن لو احنا مستديمين مش هو بق ميه، المفروض الميه باستمرار، لان زي ما قلنا بالذات بقى لو طفل، وكمان احنا متقلين هدومنا قوي، فاحنا عندنا مش شرط نكون بنتسبب عرقا، لكن احنا جسمنا بيفقد سوائل مندي، وده بيفقده كميات من الميه. فالناس اللي بتنسى تشرب في الشتاء ارجوكم تشربوا، لانه الميه بتحافظ على درجه حراره جسمنا، مش بس علشان الجفاف ومش بس علشان الكلى، هي بتحافظ على درجة حرارة الجسم نفسه. في ناس بتشرب لما تفتكر انها عطشانة، في ناس بتقعد يومين وثلاث ايام ما بتشربش ولما تفتكر بقى يعني، بس ده طبعا ضار جدا جدا على كل أجهزة الجسم. الحاجات التانية اللي مش هنعملها انه كل الأكلات او الاحتياطات اللي احنا ما بنعملهاش لما بيبقى عندنا دور الحساسية المعتاد ما نعملهاش. زي ايه؟ زي مثلا أكل السمك، زي بعض المأكولات زي الفراولة والمانجا والموز، الكاكاو
اوكي بكل بقى منتجات الشوكولاته. ده اللي عنده اكيد حساسيه، ده اللي عارف انه بتجيله التاكس حساسيه بالظبط. وبصراحه لانه ممكن في ناس كتير ما بتبقاش عارفه انها عندها حساسيه، في الجو لما يبقى قالب قوي كده يستحسن ان الحاجات دي تقل. لاحسن يكون عندي جين الحساسيه ولسه ما ظهرش، لانه الحساسيه ولا ليها وقت تظهر فيه ولا سن معين تظهر فيه. يعني ممكن واحد يعيش كده لغايه ما يبقى عنده 40 سنه يبص يلاقي بقى عنده حساسيه فجاه. ليه؟ أصل العوامل البيئية اللي حواليه ساعدت على أنه الجين اللي هو موجود عنده ولسه ما ظهرش لغاية دلوقتي يبتدي يبقى ظاهر، يبتدي لكن يبقى هو أصلاً عنده، لكن هو أصلاً عنده، لأن هي مرض، هي مرض وراثي أصلاً الحساسية في أغلب الأحيان يعني. فده بالنسبة للحاجات اللي هو ما يعملهاش. طبعاً من الحاجات المهمة جداً اللي ما يعملهاش برضو أو لنتقيها إن إحنا نتعرض بشكل مباشر للأجواء المتربة. ده يعني مش المفروض، بقدر الإمكان أحاول أن أنا أحجب. طب اتعرضت أعمل إيه بقى؟ أولاً وإحنا خارجين من أي مكان لازم، سواء كبار أو صغيرين، لازم نغطي، يبقى في المنطقة دي متدفية، منطقة الأنف والفم تبقى، وإحنا بنبتدي نغير من الدفى للبرد بتبقى متغطية على الأقل في الدقائق الأولى. حاجة تقصد في الدقائق يعني حتى الأولى لو بعد مش هغطيها على طول. أنا في الدقائق الأولى اللي هي بيسموها لفحة الهواء دي، أو اللي هي البرد الأولاني، علشان لما باخده، ما هو ده تعرض مفاجئ لدرجة الحرارة، ده على طول بيعمل لي صدمة للمستقبلات الحساسية اللي موجودة عندي، يبتدي يعمل لي رياكشن واحتقان، ويبتدي يعمل تفاعل، جسمي يتفاعل ضده بأنه ابتدي اخد ادوار بقى سواء حساسيه او ادوار برد عاديه. النقطه الثانيه انه للي عندهم حساسيات الادويه اللي احنا مبطلينها نبتدي نستخدمها. من الحاجات المهمه قوي للي عنده حساسيه او ما عندوش حساسيه محلول الملح. محلول الملح بيعادل الشوائب والاتربه والاشياء اللي هي بتسبب تهيج الاغشيه المخاطيه. ده غير مقبول لناس كتير يعني. محلول الملح مش البخاخة، ولسه البخاخة هنتكلم عليها وبمنتهى الحسم. لكن محلول الملح موجود في صور كتيرة جدا بدون ذكر أسماء، أي نقط أنف بيبقى مكتوب عليها محلول أنف، أو أي محلول أنف بالبخاخ دي نستخدمها باستمرار، نستخدمها باستمرار في مثل هذا الجو. عند التعرض، أنا دلوقتي تعرضت لي أو تعرضت حتى لدخان أو تعرضت لأي شيء من المسببات اللي ممكن تعمل لي حساسيات أو تهيج الأغشية المخاطية عندي وتخليها تتفاعل بشكل وتحتقن، أستخدم بقى محلول، أستخدم محلول الملح. طب ده بيبقى إيه مشكلة مفيد البخاخ؟ جدا، مفيد جدا بالذات للجيوب الأنفية. البخاخات مشكلتها عدم وعينا، إنه الناس بتتشائم والناس بتخاف والناس تقول لا إيه ده بخاخة إزاي، ما استخدمش بخاخه لا لنفسي ولا لابني، اصله مش عارف مين كان عنده حساسيه ربه بيستخدم البخاخ. الحقيقه المجتمعات المتقدمه والمتطوره بره شعوبنا العربيه ابتدت تتوجه لاستخدام البخاخات، لانها نشبهها انها زي المرهم او الكريم الموضعي. لما بتستخدم بخاخه علشان توسع الشعب الهوائيه مثلا، او بخاخه للانف، أنا دخلت بس على المكان اللي فيه الداء، المكان اللي فيه المشكلة، مش هيأثر على باقي الجسم. لكن لما أروح أخد دواء بالفم أو أروح أخده حقن، ما هو هيدخل وهيمشي مع تيار الدم وهياخد كل الدورة اللي دورة الهضم أو دورة الدموية، وهيأثر على كل أجهزة الجسم اللي هو رايح لها. كلمة ربو دي يعني بتخوف الناس، اسمها حساسية ربوية. ودي بتحصل كمضاعفات لحساسيات غير متعالجة من الصغر. لما بتتعالج ما بيبقاش فيه. من الحاجات المهمة برضو أرجوكم عدم أخذ أدوية الكحة. أدوية الكحة الناس بتفتكر أنه الطفل أو الكبير حتى البالغ بيكح، أخد دواء كحة. أدوية الكحة في منها أدوية طبيعية بيقال ان هي اعشاب وحاجات زي كده. وعلى فكره للي عنده بقى حساسيه احيانا بعض الاعشاب هي نفسها بتعمله حساسيه. طيب اللي عنده كحه يعني، انا طبعا ما ياخدش دواء كحه ليه؟ الموضوع وقته يعني محتاج نتكلم فيه كتير، لان احنا بنقع في اخطاء الحياه بنضر بيها نفسنا. لكن عشان الوقت برضو ندي نصيحه للي بيستخدم ادويه الكحه، بس احنا دلوقتي بنقوله بلاش. عندي كحه اعمل ايه؟ عندي كحه اعمل ايه لو هي كحه؟ الكحه نوعين، في كحه ناشفه
من غير افرازات ما فيهاش بلغم، وفي كحه بتبقى مليانه فيها بلغم. الكحه الناشفه ولو بالذات انا عارف ان عندي حساسيات، الكحه الناشفه الاستفزازيه اللي هي الاريتيتيف كاف دي بلاش ناخد لها دواء كحه ارجوكم، لكن ممكن ناخد حاجه مضاده للحساسيه من النوع اللي ما بيتخنش الافرازات، عشان كده لازم يسال عنه الطبيب. النقطه الثانيه ان ياخد موسع شعب. ليه بقول بلاش ادويه الكحه؟ ادويه الكحه ثلاث انواع، اما نوع بيهبط الكحه او بيوقف الكحه عن طريق تثبيط او تهبيط مركز الكحه في المخ، فده بيبقى خطير جدا في حاله الشعب المقفوله. ليه؟ عندي شعب مقفوله وما خدتش موسع. طيب بيكح. اتفضلي. بيكح، عايز يكح مش عارف يطرد البلغم اللي هو جسم غريب عنده لكنه مش عارف يكح. النقطة الثانية مذيب البلغم، ده هيزود البلغم. النقطة الثالثة طارد البلغم، هيخليني اكح اكتر. طب اخد ايه؟ اذا قدرت ان انا اخد موسع شعب فقط يكون افضل كتير ومش مش هيضرني. انا بعتذر لحضرتك جدا لان انا يعني فعلا نفسي اكمل معاكي ونفسنا نتعلم العادات والسلوكيات الصحيحه، سواء في اننا نقيم حالتنا وامتى نروح للطبيب وامتى ممكن نتصرف في البيت عشان ما نضرش نفسنا، لكن ان شاء الله يكون لنا لقاءات تانية ونحاول نظبط ونعدل من سلوكياتنا. احنا قلنا اغلب طبعا. بشكر يعني حضرتك جدا دكتور داليا نبيل على وجودك معانا وشرفتينا مره تانية. صباح النور. صباح النور. شكرا. صباح النور. بعد الفاصل الفقره الاخيره في حلقه النهارده وجوله في اهم عناوين الصحف اليوميه.